السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من قلب الحدث، قلب المكان اللي وقع فيه طفل ريان. هو اللي كتشوفوه دايرين عليه هذاك الكروازي، هذا هو البئر اللي طاح فيه طفل ريان. مازال الأشغال والمحاولات قائمة من أجل استخراج طفل كيف ما كتشوفوا أن الأجهزة بشتى أنواعها بسائر السلطات المحلية الدرك الملكي القوات المساعدة الوقاية المدنية سائر المسؤولين كيتواجدوا بعيد المكان. كيف ما كتشوفوا ان الاشغال ديال الحفر جاريه، هاد الاليات كلها اللي كتبان لكم من ضمنها اليات اللي تابعه للسلطات شركات محسنين متفضلين بهاد الاليات من اجل استخراج ووجود حل للاستخراج ديال طفل. كيف ما كتشوفوا هنا واحد كم هائل المواطنين صحفيين مسؤولين أمنيين سائر السلطات متواجدة بعيد المكان من أجل مؤازرة عائلة الطفل ضحية الوقوع في هذا البئر. شنو هي الاسباب اللي جابتك هنا وشنو سبب تواجدك هنا؟ جبنا التطوع اخويا، جبنا التطوع ديال الانسانيه، جينا نطوعوا مع هاد الناس هادو، جينا نضامنوا معاهم انسانيه مع هاد الصبي هذا، بغينا نجبدوا نديروا المحاوله، كنثقت القدرات ديالي وكنثقت الامكانيات ديالي. دايز 3 سنين ديال لونطريمون كونفوشو، عندي السانتينوار، المهم داكشي شواهد الفنون القتاليه والحرب ديال الكونغ فوشو مع يونس بغزافات، وجينا نقاونوا مع هاد الناس هادو. قال لك اسيدي محاولات، قال لك اسيدي انت يا عريض. قلت لهم راه كاين بنادم راه عنده 35 في العرض في كتافه وكيدخل في مضربه فيها 28 ولا 30 سنتيم، ما تحضرليش الصاله ولا الميتر ولا شي حاجه دابا، تعبر ليش انا تقول لي شنو هي القدرات اللي عندك؟ انا القدرات اللي عندي بانني كنتحكم في الداس ديالي. حاول تحيد الكمامه وتكلم معنا في صوتك شويه. كنتحكم في الداس ديالي، نقدر نتفاعل مع الجاذبيه بالكونتاكت فيزيك اللي تحت معاه بالحبل، نقدر نتفاعل مع الجاذبيه نحيد. المهم كدير شي رياضه انت معروف شي رياضه؟ رياضات كونغ فوشو. نعم ايه صقور السلام فاس. نعم شرف لينا. جينا نضامنوا مع هذا السيد هذا الشيء هذا اللي قلتي. هل المسؤولين شنو قالوا؟ قلت المسؤولين، قلت الرئيس المنطقه، قال لي شوف مع الوقايه المدنيه، مشيت عند الوقايه المدنيه قالوا لي خصك تشوف مع سعاده العامل، مشيت عند سعاده العامل قلت له حتى هو، قال لي يا ودي راه انت كتشوف راه ثلاثه دوزناهم ما جبت حتى واحد، قال لي دابا راه حنا محبسين هذا الشيء هذا، حنا غنشوفوا مع نشوفوا شوفوا المسؤولين مع الجهات المسؤوله ونشوفوا هذا الشيء. انت مازال دابا كتقلب على اللي يعطيك لا مان باش تقدر يعطيوني الارض باش نهود ان شاء الله راية، وكاملين كنضامنوا مع راية تحيه ميداليه. شكرا جزيلا، شكرا على المعلومات. ماشي مشكلة العزيز، انايا نشوفوا معاهم وسيله باي طريقه. لا لا، واش سبب الحضور ديالكم هنا؟ عاود القبيله بحال عاود
شو سبب الحضور ديالكم هنا؟ ما فينا الحال. خليه يبان، خليه يبان راه معاناة باش وصلتي ضربتي كيلومترات على رجليك. موقع لينا تحنا تفضل. ايه ما فينا الحال، هادي كامل راه متبع معاه في الفيسبوك. الناس ما بغاش يدينا بيت ليلة كامل والله ما نعيش. تنوض البارح ب 24 باقي فايا. نعم. عاود مقدمين ما بغاش يقطع الحليب، الناس ما بغاش يدين الناس. عاود شكرت الطاكسي جبت لهنايا السبت مرات، عاود جبت لهنايا درت على رجلي السبت مرات لهنايا. نعم. عاود خصني نشوفوا من الله عز وجل يخرج عمي هاد العائلة هذايا تقد ديالنا بحال ولادنا بالوالدين ديالنا كلشي كلشي مألم بجهته. باقي سخفان. والله باقي سخفان. المسافة اللي درتي. نتمنى من الله يا ربي. جيتي باش تعزر. نتمنى من الله يا ربي يشوف يكون معاه. ما عندكش عليه شي معلومات ما كتعرفوش؟ ماشي ولد المنطقة أنت؟ لا أنا من باب برد. من باب برد؟ باب برد، سلطرة باب برد أنا. شحال باش بعيدة المنطقة ديال باب برد من هنا؟ كاينة 9 و 18 24 كيلومتر. 24 كيلومتر باش بعيدة باب برد من هنا؟ هنايا. يعني الأخ عطاني معلومات مغلوطة. نعم. 24 كيلومتر كاينة. كاينة من باب برد الكروشي 10 كيلومتر. من الكروشي لتمر كاينة 9 كيلومتر. نعم. ومن تمر من 6 تمر لهنايا كاين 6 كيلومتر. شرف لينا. إيوا السلام عليكم. أنت جيتي هنا للمؤازرة. ضروري جينا نرتاح القلب ديالنا شوية، نتمنى من الله عز وجل نشوفوها بعينينا خارج هاد الدرية هذا. إيوا السلام عليكم. تفضل. شنو سبب الحضور ديالك هنا؟ لأن الناس القلب ديالك هذايا اللي ما بغاش يجينا غالب الله. تفضل عطينا التصريح ديالك. من أجل هنا من أجل إنقاذ هاد الطب هذايا، راه القلوب المغاربة والدول العربية كتقطع من بغيتي تنقدوا باش بغيتي تنقدوا واش بغيتي تقدم لي شي مساعدة بغيتي؟ لا كاين المساعدة، المهم هو بغينا نشوفوا هاد الأشغال فين وصلت. نعم. ساعة كنشوفوا صعوبة راه مازال باقي الوقت والطفل مازال حي مسكين راه كيألف القلوب الجميع، ونطلبوا الله يصرعوا في الأشغال يوصلوا له ويحضروا له الكورس ديالو ويخرج ساهل من الناس ديالو. هذه هي اللي كنستناو. يعني جيتوا انتم هنا متأثرين من أجل وما ناعسينش باقيين كنتظروا هذه اللحظة خروج هذا الطفل، كنطلبوا الله لحظة بلحظة فاش يكون خروج ديالو. إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. جينا من دبر. من دبر جيتوا باش تعزروا هذا الطفل. نعم. من مختلف المغرب كاين الناس هنا، من مختلف المدن في المغرب كاين حاضرين. شكرا جزيلا. تحية للأخ عصام. غير واحد ماشي مشكل. تحية للأخ عصام. تحية للأخ عصام. تحية للناس الإخوان اللي جاو كاملين اللي كيعاونوا بالقلوب ديالهم وكيعاونوا بالمجهود ديالهم. وما كاين لا ماكلة، الماكلة قليلة شوية، وكاين يعني الماء تتواجد كاين على شوية الماء، ومع ذلك هما يا جاو وساهموا كاين اللي جاي من تطوان، كاين جاي من الدار البيضاء، كاين اللي جاي من قنيطرة، كاين اللي جاي من فوت الدار البيضاء. مع ذلك غامروا بالحياة ديالهم، والهدف الوحيد اللي جاو هو هذا الطفل هذا اللي باقي يعني تحت الأنقاض. بقى الحل الوحيد هو الآليات كدير الخدمة ديالها، غادي يحاولوا يحفروا هذيك الأمتار اللي العمق ديال هذيك الحفرة اللي هو فيها. احنا كنا بغينا ندخلوا متطوعين اخرين بعد التعليمات تاع السيد العامل، خدينا معاه درنا معاه واحد محاوله اخيره، بغى يدخل واحد الدري، ولكن ملي قلبنا العمق ديال الحفره يعني والسمك ديالها يعني لا تسمح انه يدخل، وداك الشيء صعيب. سبق وتقدموا شي متطوعين شي جوج ولا ثلاثه؟ حاولوا متطوعين. نعم. ما كانش هما من هذوك المتطوعين خداو تجربه الناس ديال الوقايه والكوموندو الجسمانيه، ما كانتش الكوموندو ديال الوقايه المدنيه خداو القياسات بهذوك اللي دخلوا المره الاولى. نعم. يعني هي كتبان لنا سهله ولكن راها صعيبه. نعم سيدي. صعيبة. يعني احنا قبيله خدانا الحماس، بغينا هذا الاخ هذا هو من الصباح هو واقف. نعم. الاخ الاخر يعني نعم. واحد الاخ راه بقى تيبكي قبيله. نعم. اخ هبطنا قبيله توا حيد حوايجه ودار اوديو باللي انه تيتحمل المسؤوليه، ولكن رجال السلطه يعني ما عطاوهش فرصه نظرا للصعوبات اللي كاينه وخافوا انها تكون واحد المشكل اخر بغض النظر
على المشكل اللي كاين. حنا الان تنتسناو العمل ديال الاليات، كنطلبوا غير انهم يسرعوا بالوتيره ديال الحفر، وتبقى الامل ديالنا والرجاء في الله سبحانه وتعالى. وتحيه لكم كبير متبادل هذه 48 ساعه المباشر ولكن هذا العالم يشهد الناس لحظه وانا معك نجاوبك على سؤالك واد خويا راهي راه الامه العالميه ازمه. علاش المسكينه في صدمه كبيره، والوالد ديالو في صدمه كبيره، والعائله ديالو كلها في صدمه كبيره، وحنا كاملين جينا من مدينه سيدي حي الغرب. علاش جانا مع الدري الصغير، الدري باري، الدري هذا الدري عنده 5 سنوات. دابا البير اللي المشكل ديال دابا البير فين كاين المشكل؟ دابا البير ماشي محفور ديريكت، محفور عوج في منعرج، فهمتيني؟ دابا عيسام تيبغي يهبط تيوحل، فهمتيني؟ وهادشي اللي كاين اخوتي، وجربنا دابا واحد المحاولات، ودابا كنتمناو ان شاء الله الالات غناخذ معك سونيزاسيون ديالك على المباشر. وراه كاين المسؤولين اخوتي كيتحملوا المسؤوليه، وحنا درنا اكثر من فجاتنا، وحنا معاه ان شاء الله مع الفرحان تيجبدوا، وحنا بكراني ان شاء الله يجبدوا الحي. علاش؟ ولا الام ديالهم فرحوها مسكينه باقا مصدومه دابا الان. وتحياتي اخوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. شكرا جزيلا. تفضل. 48 ساعة وهذا الحدث كاين وعلى المباشر، على المباشر، والعالم كيشاهد هذا الشيء هذا، وما قدرتش الدولة أو الناس اللي متطورة أكثر ما قدروش يجيو ينقلوا الطب بشي طريقة أخرى. راه هذا الحفير هذا راه باقي بعيد. بحال اش عطيني المقترح ديالك أنت الآن على المباشر وكلشي كيسمع. التطورات راه كاينة في أوروبا، الناس في أوروبا عندهم واحد التطور كينقلوا شي حاجة مستحيلة، شي حاجة مستحيلة كينقلوها. نعم. حنا شي حنا 30 متر تحت الأرض ما قدرناش نوصلوا. رومانيا رومانيا شفنا نفس العملية هذه اللي عندنا 48 ساعة هذه هي نفس العملية نعم يعني العالم كيشهد هذا الحدث وما قدروش يجيو يديروا شي محاولة. راه كاين هو متقدما وليك فيديوهات دابا بنفس الطريقة. وحنا هذه كون جاو الناس من ميريكان هذه جبدوا وليات غير بالمغامرة. لا دابا ما غاديش يكون دخل فيها سيدنا مباشرة، يكون دخل فيها سيدنا مباشرة ويدير شي مباشرة. كاين الممثلين ديال سيدنا لان شوف الطفل باقي حي في البير. راه كاين الممثلين. نقول لك اخويا اخر كلمة، اخر كلمة نقول لك باش تبقى فيا انا ريال. دابا 40 ساعة ما كلا ما شرب، راه الله اللي حاسس بيا اخوتي، وبغيت تثبت المغاربة كاملين يدعوا معاه. ونعم بالله.